مشاهدي الكرام، مرحبا بكم معنا في قناتكم فالدافي. الضيف ديالنا اليوم هو فنان صاعد كيطمح انه يوصل للنجوميه. مرحبا بك معنا اشبلاك. ربي يخليك، شكرا. جيت نحكي اليوم على زين تنساه، مولات احلى تبسيمه وجلسه، خدودها مرده وعينيها كحله، راها زينه بالله ريق وتمسراره، زهره وسط جنان منوره لي، معاها تحلى العشره وجنابها نشرح تبره يا ربي. راها زينه بالله ريق وتمسراره، زهره وسط جنان منوره لي، تحلى العشره وجنبها نشرح تبره. عرفنا على واش بلاك. أشبارك هيتم غليط بالكازا، عندي 24 سنة، خدم في أسيرونس ومنطوم، عندي ديبلوم ديال تكنيسيان دي فيزيوال، و باش منعرفش على الدومين داك تيب بوت دو بروديكسيون ديالي. علاش اختاريت هاد الاسم بالضبط و مختارتش شي اسم آخر؟ أشبارك أوغست عندها اون ديفينيسيون ديالها. أوغست أنا من 2006 وانا اختارت الاسم هذا، ولدرجة انه ولا لقب عندي ولا تعيطوا ليا به كاع صحابي وكاع الناس اللي كنعرف. اوغست هو واحد الشهر اللي كيعني ليا بزاف ديال الحوايج. اما اشبلاك عندها ديفينيسيون ديال كل مو، عنده لي ديفينيسيون ديالو. اش كتعني هيتم؟ بلاك كتعني بلاد. هما بليتو واحد هما لي تيتخ ديال لي سوجي اللي تنخدم عليهم في لي بروجي دي ميوزيكال ديالي. و لا ديفينيسيون ديالهم هي بي كتعني البلاد، ال كتعني لوف، ا كتعني الله والديانة الإسلامية ديالنا، وكا هو الاسم ديال الوالدة ديالي كريمة. الله يخليها لك. ربي يخليك. كيمتى كانت الانطلاقة ديالك بالضبط؟ الانطلاقة ديالي بدات كيف قلت لك أنا ملي درت لا ديفينيسيون ديال أشباك أوغست، هي في 2006. من قلتي بديتي في 2006، علاش ما شفناكش في فيديوهات او في اغاني مع فنانين مشهورين؟ بحكم انك نعرفوا انك ني شي فنان، كيقول لك انهم كيعاونوا الشباب اللي كيطمحوا انهم يوصلوا لشي حاجه في شي باغي. بديت انا في 2006 بالحق كنت كنغني الراب، وصلت لواحد البيريود انه كنت ديجا كيعرفني شويه البوبليك، يعني كنبوستي في يوتيوب، كنوصل تقريبا ل 50,000 في يوتيوب، وتعرفني البوبليك. من الوقت اللي خرجت للميديا كانت الميديا باقا محتقرات الميدان ديال الراب، وطرا لي مشكل مع واحد الراديو، داكشي علاش ما بقيتش اضطريت انني نبعد على الستيل ديال الراب، بحكم انني عزيز عليا الموسيقى بصفه عامه، التجأت لواحد الستيل اخر اللي ما قلتوش ليك هو الافرو. الستيل ديال الافرو باقي قليل في المغرب، هو ستيل غربي وكلمات مغربيه. اما بالنسبه باقي ما بناش في الميدان هذا بزاف، باقي انا ما خرجتش الميديا بزاف، من الميديا باقا ما عطاتش حق الفنانين بزاف، باش انهم الفنانين اللي هما عندهم واحد ليكسبيريونس، باقا ما عطاتش. ماشي انا ما كنقولش كلشي، كاين بعض الميديا ما كتعطيش حق الفنانه كما خصو يكون. بالنسبه عاوتاني للفنانه اللي هما تيقولوا في الميديا انهم معروفين وانهم تيعرفوا تيدعموا الشباب، وهذا انا جي كونتاكتي شحال من فنان اللي هو معروف، وشحال من فنان اللي انا شفته في الميديا تيقول لك انا كندعم وكندير. ما لقيتيش رد من عندهم؟ ما لقيتش رد منهم. قلتو كاع كاينين دي زارتيست اللي انا كاع مدوا لي يد مديت لهم انا يد المساعده، اللي كيسكنوا حدايا في السيكتور معايا في واحد الوقت اللي انا تم درت لهم لا بروديكسيون في لي شوكيز ديالهم، كنت كنعرفهم، كنا اون جروب كاع قبل ما يتشهروا، والوقت اللي هما تشهروا بزاف ديال الحوايج ما عقلوش عليا كيف كيقولوا، ما ردوش ليك ديك المساعده. لا ما ردوش ليا ديك المساعده، اما بليطو ماشي ما ردوش ليا ديك المساعده، وانما غير حتى الكومينيكاسيون بيناتنا ما بقاتش، فهمتي؟ يعني كاريمون ما بقاوش كيف تنقولوا انا في الكاميرا ولا اون ديريكت، راه غادي يخدير داك البروتوكول ديال انه يتكلم معاك ويهضر معاك. اي ارتيست كيما بغا يكون نوعه مشهور من غير هادو اللي ساكنين حدايا، مي باش كتدخل مع الواقع وكتبغي تخدم معاه في هذا المجال وخدمه مع بعضياتنا، ما كتلقاش الدعم هذا بصفه عامه. شنو هي الصعوبات اللي لقيتي؟ قلتي لي انك تحولتي من الراب للافرو، شنو هي الصعوبات اللي لقيتي في التحول ديالك؟ هو الصعوبه الاولى هو انه كتكون فنان كتغني الراب، يعني
الراب ما تحتاجش واحد الصوت اللي هو طربي او لا هذا، ولكن افرو افرو في شويه ديال الميلونج ما بين الراب وما بين شي حاجه اللي هي ار ان بي، دونك صعيب انك تدير واحد لو شانجمون بهذا الستيل هذا. عاد عاوتاني صعيب يتعرف عليك البيبليك من جديد كفنان، حيت مادام ملي كتحول من الستيل للستيل وكيكون كتكون حبستي واحد لا بيريود، ملي كترجع يعني صعيب انه البيبليك يتقبلك، صعيب انه البيبليك بحال كتبدا ا زيرو، وملي كتبدا ا زيرو صافي دي خصك عاوتاني تانفيستي ان فيديو كليب اون بون كاليتي، تخدم عاوتاني في دي ستوديو مزيانين، تخدم مع اون ايكيب بلوتو تكون اون بوات دو برودكسيون اللي تسمع. انا عندي ايكيب وما عنديش بوات دو برودكسيون، لان لا بوات دو برودكسيون اللي انا اللي كنفيستي فلوسي بالبخوت اللي كنخدم بها انا، اما باش نسني مع اون بوات دو برودكسيون هنا في المغرب ما كاينش، و ليكيب اللي تخدم معاها بيان سور ما كاينش واحد اللي يخدم معاك فابور في هنايا. دونك اوبليجي عليك انك تانفيستي فلوس، راه البيجي هنا في المغرب يعني كفنان بادي في واحد المجال و تانفيستي من جيبو خاص ضروري، كيف تنقول الفلوس كتجيب فلوس، يعني خاص اون فوا انك غادي تخرج واحد لو برودوي للبوبليك عارف انك غادي تربح منه كثر. انت كتربح؟ انا لا، انا تندير جوست بوغ لو بليزيغ. علاش؟ لانه حاليا انا هادشي اللي تنقول، علاش؟ لانه باقي ما معروفش، يعني ماشي بليتو باقي ما معروفش، وانما باقي ما غاديش، ما عنديش المؤهلات ديال انه هادوك الفلوس اللي خرجت انا يجيبوا لي فلوس اخرين اكثر. شنو هاد المؤهلات؟ المؤهلات هو انه خص تحترم داك، خصهم يحترموا لي فيستيفال، خصهم يحترموا لي بوت دو برود، يسنيو معاك دي كونترا، بزاف ديال الحوايج، يخدموا معاك فنانه اللي هما تيعرفوا في هذا المجال بزاف اكثر مني وعندهم اين اكسبيريونس اكثر مني، اللي غيعرفوا انهم ملي غيخرجوا واحد 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 القطر ديال الفلوس باش ديروا ان برودكسيون ديال واحد لو بروجي، عارفين انهم في الاخر غادي يربحوا معاك وغادي تربح انت معاهم، وتولي كيف تنقول مو انجلش فيمس، يعني الموسيقى ديالك كتوكل لك الخبز كيف تنقول حنايا. انا دابا كنخدم بالمال ديالي الخاص، كنعطي فلوس لا برودكسيون للدراري في فيغاسيون ليكيب تكنيك، خاصك دير بزاف ديال الحوايج، تسهر بالليل على قبل البروجي ديالك، وما كاينش اللي غادي يعاونك صوف الناس اللي كنعرفهم انا هما اللي كيعاونوني. زعما العائله ديالك هما ديالك الصحاب وداك الصحاب كيطلع ما بقاوش، ما كاينين واحد، كاينين شي واحدين اللي كيعاونوني، كاين شي واحدين بحال ياسين بحال طيب بحال فاطمة الزهراء بحال، كاين بزاف ديال الناس كيعاونوني الصراحة، كيعاونوني كاين اللي كاع كيانفيستي من المال ديالو حتى هو باش نتعاونوا مع بعضياتنا، وهادو تنقول هما ما تنقولش صحاب، هادو تنقول لهم خوتي، هادو اللي انا كبرت معاهم واللي عشت معاهم، واخا هما ماشي من لا فامي ديالي مي انا متنعتبرهم خوتي. اما بالنسبه تيتقولوا الصحاب ديال الميدان هما اللي كنهضر عليهم انا، الصحاب ديال الميدان هما اللي ما تيعاونوكش، هما اللي ما كتلقاهمش ملي كتحتاجهم ما كتلقاهمش. ما تقدرش تقول لنا شكون شي اسم ديال هاد الفنان اللي هو بدا داعي لديك الاسماء؟ لان القائمه طويله بزاف، يعني نقدر نقول لك انا جي كونتاكتي كاع لي زارتيست اللي كاينين في المغرب بصفه عامه، لا هم لا لي ناسيونال لا لي انترناسيونال، لا داعي لديك الاسماء. بديتي من 2006 وحنا كنعرفو دابا 2019، فهاد المدة كاملة اللي دازت واش ما حصلتيش على بطاقة فنية؟ بطاقة فنية ولات كتعطى لأي واحد دابا، بليتو ماشي أي واحد، زعما نقدر نقول لك كاين اللي ماشي فنان وتياخد، مي كيفاش؟ غاتبقى تسوليني كيفاش؟ غنقول لك كيفاش. كيفاش هو المعارف؟ المعارف حنا خدامين بزاف، خدامين لا في الكارت ارتيست لا في المجال الفني بصفة عامة، خاصها تكون كتعرفك، خاص يكون عندك معرفة باش يوصلك للميديا، خاصها تكون عندك معرفة باش توصل لكارت ارتيست، خاصها تكون بزاف ديال الحوايج. حاليا دابا كارت ارتيست دايرين لانسكريبسيون، تنحاول انني نجمع لي المسائل ديالي يعني باش ندفع عليهم، ونتمنوا على الله انه نحصل على البطاقة ديال الفنان ان شاء الله، تولي الدولة معترفة بك كفنان ان شاء الله. حنا شفنا بلي لا فيديو ديالك عندك دقه في اختيار الكلمات والاغاني زوينين، علاش ما كنشوفهمش في الميديا؟ هو انا كونتاكتيت الميديا، يعني لي راديو بلوتو، لي راديو بالضبط، لي راديو كاينين بعض لي راديو اللي ما نقولش لك سبيسياليتي ديالها هي الموسيقى، عندهم واحد البرامج كبير وكثير، نقدر نقول لك الموسيقى واحد جزء
قليل في داك من البرامج اللي كيديروا يعني غضبك 1% اللي كت اما هادو حتى كاينينش واحد اللي انفي داوني وتسمعهم في ديزيميسيون هذا وكدوز الموسيقى ديالك مي لي راديو اللي هما سبيسياليتي ديالهم الموسيقى واللي كنشوفهم انهم بالفضل ديالهم شحال من فنان وصل كنكونتاكتي لي جورناليست ديالهم وهذا حتى هما اوفين ريبونس شي كلمات بغيت توجهها لهاد الناس شي كلمات غنبغي نوجهها لهم الحاجه اللي غنبغي نقول لهم هو انهم يعطيو اهميه شويه للفنانه اللي سواء كنقولوا فنان صاعد سواء كنقولوا مبتدئ يعني صاعد راه يقدر يكون كيف بحالي انايا بادي شحال هذا تعطيهم واحد شويه الاهميه ويشوفوا بعين الاعتبار انهم حيت دابا الماليه ولات دابا الماليه مابقاتش كتقلب على داك الفنان اللي عاد بادي ولات كتقلب على الفنان اللي ديجا مشهور او لا ماشي كاع فنان دابا راه ولينا كنشوفوا شحال ديال لي ميديا من غير الميديا ديالكم كنشوف شحال ديال الميديا هنايا ولاو تيقلبوا يركبوا على ديك الموجه ديال كيف تنقولوا اونتر بارونتيز تخربيق دابا راه كنشوفوا شي وحدين اللي غير تيلحقوا موسيقى تخربيقه كتشهر كيبغيو يركبوا على الميديا باش انهم يحصلوا على العدد ديال الفيوز باش هادي يعني ما تيبغيوش يقلبوا على شي حاجه اللي بحال الفنان اللي هو ديجا عنده واحد ليكسبيريونس حاكمه ديك الموسيقى كيعرف كيفاش يخدم كيدير دي بروجي زوينين وهذا تحترموا ديك الميديا وتقول له اجي نخدم معاك اجي نطلعك اجي ندير لك قليل هنا اللي ميديا قليل كنشكرك شكرا لكم في الجمعة وكنبغيت انايا نقول انه صوت العدالة راه تنبغي ان شاء الله نشوفهم انا يكونوا ماشي غير ناسيونال انترناسيونال وحتى انت تكوني جورناليست انترناسيونال ان شاء الله كنتمنى تجربك فنان ناجح ان شاء الله شكرا ربي يخليك ميرسي بزاف راه تسحر بعيونها كل من شافها يما حلالها الضيفة والبيبة والحنينة الحبيبة كلامها موزون والضحكة رزينة راه تسحر بعيونها كل من شافها يما حلالها خليني غنقول لك اليوم خليني غنقول لك اليوم